الصحة النفسية، بتعنى بالاضطرابات النفسية والعصبية والشد النفسي والمشاكل الاجتماعية. طبعا الخدمات الأساسية نحن نقدمها هي خدمات دعم نفسي اجتماعي طريق جلسات فردية وجلسات تثقيف توعي لأجل أن الناس يتأقلموا مع الظروف الحالية الصعبة. عندنا الخدمات الثانية نحن نقدمها هي خدمات طبية تقدم عن طريق الطبيب المشرف طبيب رأب فجري بالصحة النفسية، وتصرف الأدوية عن طريق صيدلاني كذلك متواجد معنا ضمن العيادات. خلال انتشار جائحة كورونا تم الأخذ بتوصية منظمة الصحة العالمية، حيث تم توزيع وسائل وقاية لكافة العاملين في المركز. تم تفعيل خيمتي المسح والعزل. تم العمل على تخفيف تجمع المراجعين من خلال تفعيل رقم هاتف لحجز دور مسبق، وتم التنبيه على المراجعين على إبقاء مسافات متباعدة لتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي. لاحظنا خلال بداية جائحة كورونا حول العالم صار في حالة من الذعر والاكتئاب والخوف والقلق من الأهالي المتواجدين الآن في شمال وشمال غرب سوريا. نحن بدورنا كعيادة صحة نفسية قمنا بجلسات فردية توعوية للأشخاص الذين يرتادون العيادة والمقدمين الرعاية. ونحن حاليا بصدد تطبيق خدمة الأونلاين للمستفيدين التخفيف من الخدمة الفيزيائية بسبب جائحة كورونا. إن شاء الله فعل بأقرب وقت ممكن.